في نفس المجموعة سيواجه المنتخب الكرواتي نظيره البلجيكي في مباراة هي التاسعة بينهما، حيث سبق وأن تقابل المنتخبان في 8 مواجهات كاملة، 6 بطابع رسمي مقابل وديتين. عاد الفوز للكروات في 3 مناسبات، وهو نفس الرقم بالنسبة للمنتخب البلجيكي مقابل تعادلين، لتبقى أثقل نتيجة بينهما هي 4-0 لكرواتيا ضمن تصفيات أمم أوروبا 2004.